يعني مثل هيك نشاطات جاي نسمع بها بين فتره وفتره، يعني تبعث رسائل اطمئنان لابناء محافظه ذي قار بصوره عامه وابناء سوق الشيوخ بصوره خاصه. يعني للاسف جشع التجار يعني جاي يغيرون الاكسباير، ينزلون مواد تالفه للسوق. يعني احنا على ابواب شهر رمضان، يعني هاي النشاطات نشكر كل من قام بها، دائره صحه ذي قار، قياده شرطه ذي قار، الامن الوطني، الجنه المنظمه. يعني هاي مثل هيك يعني عمليات ومثل هيك القاء قبض، هاي كلها تبعث رسائل اطمئنان لابن سوق الشيوخ بان يعني المواد الموجوده بالسوق هي مواد صالحه للاستهلاك البشري بسبب مراقبه هذه الجهات لها. يعني نتمنى ان تكون يعني اكثر رقابه، اكثر صرامه، التجار اصحاب المحلات ان يراعون ويعني المواطنين يعني القانون ان ينفذ كامل خصوصا بهذه المواد، لان هذه المواد تبعث يعني قد تؤدي الى الموت او حياه المواطن بسرعه. مع قرب حلول شهر رمضان تقوم شعبة الرقابة الصحية بمختلف فرقها بمتابعة محال الجملة الغذائية والمفرد في القضاء ونواحي. خلال هذه الحملات المختلفة وبالتعاون مع الدوائر الساندة تم ضبط أكثر من 20 طن، آخرها هي ضبط 13 طن من مادة العدس تركي المنشأ تحمل تاريخ انتهاء مزور. هذه المادة سوف يتم مصادرتها وإتلافها حسب قانون الصحة العامة في مناطق التمر الصحي. نهيب بكافة مواطنين الكرام توخي الدقة والحذر في استخدام المواد الغذائية واستبيان تواريخ انتهائها بصورة صحيحة، واختارنا في حالة وجود أي خلل أو مخالفة صحية في أي محل من محال تجارية على أرقام هواتفنا وأبوابنا أيضا مشرحة. تمكنت الفرق الصحية في قطاع سوق الشيوخ شعبة الرقابة الصحية بمساندة شعبة الجريمة المنظمة ومركز الأمن الوطني في سوق الشيوخ من ضبط كمية من العدس تتراوح حوالي 246 كيس، وزن الكيس الواحد، زينة الكيس الواحد حوالي 50 كيلوغرام بما يعادل 13 طن و200. وهذا العدس تحتوي على غش أو غش تجاري، علما انه العدس تركي المنشأ غش تجاري تغيير اللوحة الإعلانية للتاريخ الإنتاج والنفاذ، وتمت إتلافها ضبط محاضر إتلاف أصولية جاري البحث ومساندة جميع أصحاب المحلات التجارية والجملة والمفرد. نعم تم وكذلك إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية كتمن الرز، علامات تجارية مختلفة وكمية من الكيك كذلك علامات تجارية مختلفة، وكذلك مواد غذائية كثيرة غذائية وغير غذائية زاهي وغيرها. هذه الكميات تقدر بحوالي 20 طن من خلال هذه الفترة الزمنية جميع المواد، وبالتعاون مع الجهاز الأمن الوطني وشعبة الجريمة المنظمة تم إتلاف كميات كبيرة. التعاون معنا واخبار بالمواد المغشوشه ومنتهيه الصلاحيه، وهذا من اجل سلامه المواطنين وسلامتنا جميعا وخاصه المقبلين على شهر رمضان المبارك.